错。إذن تحية من جديد، أجدد أترحب بكل السادة مشاهدينا الكرام، بكل متابعينا الأوفياء والأعزاء أينما كنتم في كل مكان، مباشرة من مدينة بني ملال، شابة تلاتينية صفولة بطريقة بشعة والأسرة ديالها تكشف المستور عن الجريمة وكتقول كتدعي بأن الأب ديال الزوج ديالها، الأب ديال راجلها، هو اللي صفها ليها بدقاقة ديال المهراز. غادي نخليكم مع هاد العائلة وما غايقولوا لنا شنو اللي وقع مع بنتهم بالضبط. تفضل الشريف. مرحبا. السلام عليكم. السلام عليكم، انا بوحفص بوجمعة. قرب الميكروفون شويه. انا بوحفص بوجمعة، ساكن في الدوار ديال الهلال الماء، تقليم في قيب صالح. تقليم في قيب صالح. واحد الصباح كنا في الدار. بنتك بنتي سميتها؟ بنتي بوحفص مريم. بوحفص مريم. بوحفص مريم. شحال في عمرها؟ 30 31 سنة. 31 سنة. 31 سنة. مجوجة. مجوجة، عندها جوج ديال الوليدات، واحد عنده 9 سنين والدرية عندها 4 سنين. عندها بنت وولد. بنت وولد. شحال هذه باش كانت مجوجة؟ مجوجة من 2012 باش تزوجت، باش مشات دخلت عندهم الدار. فينا بلاصة تزوجت؟ في الدوار ديال بني عون. دوار بني؟ بني عون. تبع سيدي عيسى. تبع سيدي عيسى. اقليم بني ملال. اقليم في قيم صالح. الصباح جانا التليفون. امتى هادشي؟ نهار 3/6/2023. خمس شهور دابا. خمسة خمسة شهور. جانا التليفون من عند طفلتها. قالت لنا سيروا للدار، خلينا لنا في الدار. طفلتها يعني خت خت راجلها. خت راجلها. قالت لنا سيروا للدار. مشينا سيدي، حنا مشينا انا سيدي انا والمرا، لحقت انا دخلت للدار لقيت بنتي ميته كوزينه. شكون اللي دخل الاول، انت ولا انا؟ اللي دخلت الاول. دخلت انا اللي دخلت الاول. انا الساعه مشيو الجدرميه يديروا عملهم، هزوا الدريه سيطروا السبيطار. حنا مشينا عند الجدرميه سولونا، قلنا كنا منا وقلت له انا تنطلب حق بنتي، انا حق بنتي ما خصوش يضيع. بنتك شكون اللي ضربها؟ ضربها باط راجلها. شيخه. شيخه اللي ضربها، شيخه اللي ضربها بحديده ديال المهراز. باش؟ بحديده ديال المهراز. ولدها ولدها الدري الصغير ولدها حاضر ليها حاضر، امه كتقتل. الدري الصغير شاف هذا الشيء؟ شافوا شافوا، هو حاضر لكل شيء. الدري هرب، خرج جر خطو وخرج، مشاو عند دار عمهم وقال لعمهم راه كاين وكاين، هما اللي عمهم عمو اللي علم الاخرين اللي كاينين خارجين برا، ما كاينينش في الدار. ايوا دروك تنطلب انا حق بنتي. هاد الشيخه فات راجلها كان بخير ولا لا؟ بخي ملي كان ملي تزوج مشى عندو راه بالعرس وكل شيء، هو اللي جا خطب، هو اللي جا كل شيء. من 2012. من 2012 هو اللي جا خطب. ما كانش مريض. لا ما كان لا مريض ولا تمشي عندو، انا ما كان لا مريض ولا راه مقابل جريده دايره في الدار تفلح فيها، وراه كان تيجني الزيتون الزيتون يدير كل شيء، كل شيء كيديرو. ايوا يومين يومين عاد جا. يومين هرب يهرب يومين من الدار، قلبوا عليه الجدرميه ما لقاوش. تا جا ولادو من السبليون، الله اعلم واش عيطوا عليه في التليفون جا عندهم ولا جاب بوحدو، سمع الخبر تا جا ويجي ويرجع. وهذا دوك انا تنطلب حق بنتي. شدوا الجدرميه؟ اه شدوا الجدرميه. فين كاين هو دابا؟ كاين دابا في الحبس. معتقل؟ معتقل. وراه تيمشي وقال لك اسيدي تقولي شي تقولي البارح في السبت في الحبس، والله اعلم شنو هذاك الشيء باش يدير السبب زعما يقولوا راه مريض، الا وعسى يخفوا عليه ولا يطلقوه ولا الله اعلم.
وانا دوك انا تلحق انتي مازال ما خصنيش نضيع الحق. القضيه كتدوز في المحكمه. القضيه كاينه في المحكمه وكانت البارح كان دارت في المداوله عقبو حيد المداوله رجعوها قال لي بغيت ندير خلفيه طبيه خلاوها النهار 13 في شهر 11. يعني دخلوا الملف في المداوله للمحكمه المداوله باش يديروا لي خبره. اي دخلوا المداوله وعقبو خرجوا منها. هذيك الساعه عقبو خرجوا منها الصباح الصباح خرجوا منها حنا شي سمعنا الاخبار. اليوم قالوا لكم خرجت من المداوله. اه قال لك تسجلت. ودروك انا نطلب حق بنتي انا ما خصش بنت حق بنتي يضيع. راه بنتي مظلومه. والله جا البركه في القضاء انا ما كنت مشي انا القضاء انا ما كنت مشي القضاء في حاجه انا كنت بغيت عندي تكون حقها. مرحبا بكم حق بنتي. بنتي راه باعت وليدي ضاعوا. وانا نطلب نطلب انا حنا في الدوله ديال الحق والقانون ماشي انا في الدوله ديال الحق والقانون. وإذا انا القانون يجري علي القانون اللي يحكم علي. وهذا الشيء اللي كنطلب. انا ما نطلبش شي حاجه اخرى نطلب حق بنتي. وهذا الشيء اللي كنطلب من الدوله انا تنطلب والله ينصر سيدنا الله ينصر مولاي العالم سيدي مولاي الحسن سيدي محمد الله ينصر سيدي محمد. انا ما هذا الشيء كتب علينا وانا نطلب حقي حق بنتي من المحكمه. المحكمه كنطلب منها حق بنتي اللي كنطلب منها حق بنتي كنطلب منها حق بنتي ما تضيعش لي بنتي. انا من امان كي كان قلت شك. تفضل هز الميكروفون تفضل. اللي قال لي قلت فيها تفضل المشكل اللي عندنا من الاول ثاني هو تفضل هذا العمل هذا اللي انا في يوم الدريه اللي ماتت. شنو سميتها؟ انا سميتها بحس مريم 31 اللي عندها من عيطوا علينا مشينا سبق باه قال له قل غوت قال لي بنتي قتل الكافر. انا ما قديت ما قديت قديت ندخل قرت عند الباب تخشيت وخرج دخلت انا دخلت انا جيت من عند الراس نصيبا عض النسال العينين خرجت تنسحب انا بنتي باقا حيه حاضر لها الكسوه تاعتها واش تململ ما والو تان غوت برا ترجع تنصيبها كيما كانت من العشرة ل 11 طل 12 جوج درمية. ودروك انا تنطلب حق بنتي حق بنتي بالله السيد ما مريتش شحال من عام هذا حنا معاه ما عمر سمعنا عليه شي كلمة تاع شي حاجة. ودروك خاص يجيب الورقة تاع الطبيب باش تيدوز هاد القامات شكون اللي تيتسوق ليه شكون تيبيع البهايم شكون تيبيع كلشي. ويامس قالوا غادي يدوزوه دوزوه عقب جا المحامي قال لك راه باقي غادي يدوزوه غادي يحكموا عليه قررنا قلت حتى لجوج ونص قالوا لي ميعاد العشرة تاع الليل. خرجنا قررت نبكي قدام بابا انا وبناتي وهما قردوا في القهوة عقبنا جينا خليناهم صافي. عقب تعيط للمحامي قال لي المحامي تاع العشيه غادي نشوف. الصباح جاني العياط قال لي راه وخروه هو مني دخل المحكمه تيقول لي حقه انا مريض تيحك راسو تيحك لحمو. قال لي الوكيل الملك كيفاش في الاول عند الجدرميه ما قلتي لها على الحق وقتلتها وعد التحقيق قلتي لي عاقتلتها ما دارت لي والو ودروك اليوم قلتي مريض واش ضربها باش؟ ضربها بالدقاقة تاع المهراس. واش كطالبوا نتوما دابا؟ تنطلب حق بنتي ما تضيعش ليا بنتي. إلا عافانت بنتي تموت، حتى أنا حتى واحد غادي يهز حتى واحد يقتل شي واحد يقول لي رانا راه السيبة دي راه ما كاينش شي حقوق. إذا متابعينا مشاهدينا الكرام كيف ما سمعتوا الأسرة ديال هاد الشابة 31 سنة اللي توفات في بني عون تابعه ترابيا لسيدي عيسى باقليم لفقي بن صالح. سمعتوا شنو قالوا بالضبط وشنو هو المطالب ديالهم الى بث مباشر اخر دائما من مدينه بني ملال او احدى نواحيها او احدى اقاليمها. مع تحيات اخوكم طارق دائما اسعد الله اوقاتكم بكل خير والى اللقاء.